أعلنت الحكومة الانتهاء من إجراء المقابلات الشخصية لحوالي 1610 من المتقدمين لمسابقة القيادات المحلية بالمحافظات لاختيار 62 رئيس مدينة ومركز أو حي. وأكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن المتقدمين الذين تم إجراء المقابلات الشخصية لهم تنوعت خلفياتهم الوظيفية والعملية ما بين عاملين حالياً بالإدارة المحلية وبعض القطاعات الخدمية بالدولة.